بسم الله، السلام عليكم. معكم الشاف صالح البتني. اليوم ان شاء الله نحضر معكم وصفه جديده اللي هي شطيطه اللحم. انا استعملت اللحم البقري، ممكن تستعملوا اللحم الغنمي. راح نحضرها لكم بطريقه سهله وبسيطه، راح تكون فيها ايضا بنه العرس. راح نعطيكم كامل لي زاسوس تاع نجاح المرق وكيفاش اللحم تاعكم ايضا يطيب زبده. خليكم دوك مع طريقه التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجوها في هذه الوصفه. بالنسبه للمقادير واش نحتاجو، عندنا لهنا اطراف نتاع اللحم حسب الكميه اللي بغيتوها نتوما، سواء تاع بقري ولا تاع خروف، ومن الاحسن يكون فيهم شويه الشحم، واذا ماهوش موجود معليش. عندنا ايضا لهنا حبه متوسطه نتاع بصل نكونوا قطعناها اطراف صغار، وعندنا لهنا ربع سنات نتاع الثوم اللي يكونوا ايضا مربيين. عندنا ايضا لهنا كميه من الحمص تكون مرنخه ولا مغليه يعني طايبه. عندنا ايضا لهنا حوالي حبه نتاع طماطم تكون مرابيه، حبه تكون صغيره فقط. عندنا ايضا كميه من المعدنوس، وعندنا ايضا التوابل. واش عندنا في التوابل لهنا؟ عندنا فلفل اسود، ملح، فلفل احمر حلو، فلفل احمر حار، عندنا شويه تاع كمون، وعندنا شويه تاع الكسبر، وعندنا ايضا لهنا ملعقه نتاع اكل طماطم مصبره. هذا هما المقادير نحتاجهم. اول حاجه نجيبو كوكوطا نديرو فيها حوالي نصف ملعقه نتاع زبده، نحطوها على النار، نذوبو الزبده تاعنا لهنا، نبداو نحطو في الاطراف تاعنا نتاع اللحم. انا هنا استعملت اللحم بقري، نتوما تقدروا تستعملوا نتاع الخروف الموجود عندكم في البيت، يعني كل واحد واش يدير. ونخليوه يتقلى مليح، مره على مره نحركوا الدجاج تاعنا، او عفوا اللحم تاعنا، يعني حوالي 5 دقائق وهو يتقلى في هذا الزبده. بعد ما تقلى لهنا حوالي 5 دقائق، دوكا واش راح نضيف له؟ راح نضيف له البصل والثوم فقط في البدايه. عندنا لهنا البصل والثوم، نزيدو نخليو البصل تاعنا يتقلى مليح هو والثوم مع اللحم، ويذبل لنا هذاك البصل، من بعد نكملو الخطوات الاخرى. هذا هما، حاولوا تتبعوا الترتيب تاع وضع المقادير باش تجيكم الوصفه تاعكم ناجحه وبنينه، لانه بزاف من البنات يسقسيوني يقولوا لي كيفاش باش يجي المرق تاعنا بنين. تبعوا الخطوات فقط، خليوها تتقلى مليح حوالي 5 دقائق اخرى ويذبل لنا البصل تاعنا، ومن بعد نكملوا. بعد ما خلينا البصل تاعنا ذبال، شوفوا كيفاش اللحم تاعنا بدا يطلق في هذوك السوائل، نخليوه حتى يشرب هذوك السوائل مليح. هذا الماء هذا اللي يطلقوا لازم نخليوه حتى يشربوا باش نقدروا نضيفوا الاضافات الاخرى. بعد ما شرب اللحم تاعنا السوائل تاعو، دوكا راح نجيبوا الطماطم تاعنا نتاع الباط، او عفوا نتاع الحب، وحوالي ملعقه نتاع طماطم مصبره او طماطم الباط، نديرهم ايضا في البدايه، ونزيدو نخليهم يتقلاو مليح باش يتنحاو لي زاسيد هذوك اللي فيهم، باش ما يجيناش ما تجيناش الشطيطه تاعنا حامضه. نضيفو ايضا شويه نتاع الهريسه اللي يحب الحراره، ونضيفو التوابل اللي ذكرتهم لكم كامل، ثاني نقليوهم. وعندنا ايضا المعدنوس، هذا هما فقط، تبقى في الحمص حتى نقليو مليح هذا كامل، وتنحونا لي زاسيد من الطماطم تاعنا سواء تاع الباط ولا تاع الحب، ومن بعد ان شاء الله باش نضيفوا الحمص ونمرقوا. بعد ما تقلاو لنا مليح، دوكا راح نضيفوا الحمص تاعنا. بالنسبه للحمص تاعي انا راهو مشمخ، يعني تاعكم حتى ويكون طايب، اذا كان تاعكم طايب خليوه في الاخير، ولكن اذا كان مشمخ برك في الماء وكان في الكونجيلاتور لازم ديروه في البدايه ايضا باش يطيب لكم الحمص تاعكم، لازم تغلقوا عليه مع اللحم. بعد ما تقلات لنا مليح، يعني هذا هو اساس المرق سواء الاحمر ولا الابيض. اما النصيحه الاخيره اللي هي الماء كيبغاو المرقو، سيرتو كيكون اللحم سواء بقري ولا خروف، لازم الماء يكون يغلي يكون سخون، كون ديروه بارد راح اللحم تاعكم يولي يقنزز يولي يبس لكم. نمرقوا لهنا كما كنت تشوفوا ما سخون، يعني انت ما كيخسرا والو الوقت اللي انت راكي تقلي، من جهه اخرى في ريشو اخر ديري الماء يغلي فقط في طاوه صغيره، نمرقوا هكا حتى نغطيو اللحم تاعنا، ونغلقوا عليها الكوكوطا، ونخليوها حتى يطيب الحمص تاعنا ويطيب اللحم تماما، من بعد ان شاء الله راح نتلاقاو في الاخير. الوصفه تاعنا راهي حاضره معنا كما كنت تشوفوا، رشينا لها شويه نتاع المعدنوس كإضافة أخيرة. عندنا لهنا اللحم تاعنا، شوفوا كيفاش راهو طايب زبدة، شوف ما شاء الله. إذا هذه هي الوصفة تاعنا تنهار اليوم، نتمنى تنال إعجابكم وتجربوها، فيها البنة تاع الأعراس
اذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم عليكم ان تكثروا لي من لي جامو كومونت ولي اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي عليكم ان ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيتكم بالصحه، نتلاقاو في عدد اخر. تهلاو في رواحكم، سلام.